السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير هانيين. السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ بخير هانيين. مرحبا بكم فلوق جديد في نهار جديد. فلوق بغينا ندير واحد الجوله في داك الفيلات ديال الشطر 4. الشطر 4 راه شطر صغير ولاني فيه بزاف ديال الفيلات، غادي نجيبو فيهم دويره. والشطر 4 اغلبيه ديال هو البلاصه اللي كانت بتكون فيها لوطيلات، داك البرانك اللي كان داروا لينا ديال لوطيلات، قال لكم ديروا بينا نديروا لوطيلات وبات كذا وبات كذا، والناس فرحوا وقالوا تا منصور ان شاء الله غادي تولي نفس مراكش وغادي تولي لعما سيدي مدينه سياحيه بامتياز. صافي وي سالي البرانك وما يقولوا لنا عاد حكين معاكم راهي كاميرا كاشي. صافي وحنا طلع لينا الدم و صافي وما بقينا قلنا والو، سكتنا. الشاطر 4 هو هذا اللي قدامنا دابا، غادي نجيبو فيه دويره وغادي نوريه لكم ونشوفوه ونتعرفوا على هاد الفيلات ديالو. البرانك اللي داروا لينا هو هذا اللي على اليسار دابا، غادي نوريه لكم. هو هذا اللوطيل، البلاصه اللي كانوا قالوا لنا بايكون فيها اللوطيل يا هادي. وشوف دابا داروا الحديد، داروا خسروا الزباب ديال الفلوس، وكاين شي بلايص كاع حفروهم شتيهم. الا لاحظتوا بان كاين شي بلايص كانوا قاعدين تحفروا بداو بحال بغا يديروا الساس، شويه هما يقولوا لنا راهي تضحكوا معاكم راهي براك، شحال ديال الفلوس خسروا باش دوروا هذا سميتو. والله العظيم ما شاء الله وصافي. واش شناهي يكون دار هنا وطيل الحماق؟ صافي راه يحرك تمنصور من داك الشيء رفيع، بعث واحد النظره اخرى على تمنصور. الناس فرحات والله الا فرحوا الناس وقالوا والله العظيم القضيه زينه وكاين اللي كان بغى يبيع ما تلاش باع، واللي كان بغى يشري زرب وشرا، واللي كان باقي ما بغى يبني ولا بنا ودي ما شاء الله زعما. ودابا هما الناس ما كاين لا وطيل ولا هم يحزنون. مشات صافي هما يقولوا لهم مشات حجيتي مع الواد وبقينا حنا مع ولاد الجواد. يعني مزيان مزيان، قال لي شمتك، قال لي عرفتك، عرفتي هذاك المثل ديالنا المغربي تيقول لي، قال لي شمتك ويقول لي الاخر قال لي عرفتك، يعني راه صافي عرفتك شمتيني دونك ما باقيش غادي تعاود تشمتني. ولا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. دابا هادشي باش حنا قول قال لنا شي حاجه ولينا تنقول امين حتى تنخلى هذاك تشد السوارز. فيلات ديال الشاطر 4 هما هادي اللي كاينين دابا على اليمين، راه فيلات زوينين. كاين البلايص اللي كاين البلايص اللي دايرين ندخلوا لهاد المحميه، غادي نقول سميتو عليه هذاك الفلوغ، ديروا شي فلوغ هنا شوفوا السيكتور. هانتوما راه سيكتور واعر نقي ما نتذكروش، ريزيدونس كلوتوري داكشي زوين ونقي والله العظيم الا مبرع. مسدود هادشي سادين عليهم ومقادين الامور ديالهم. كاين اللي تباعو كاين اللي باقي ما تباعوش. اللي بغى يشري يشري هنا، انا نقولها لكم اللي بغى يشري يشري في هاد هادو جمعو سدو دارو حيط ودورو بهم وسدو ولا القن زين تبارك الله اللهم بارك. هذه هي الخدمه، هذه هي الخدمه، شتي من غير هذا الشيء ما كاين والو. شتي انتم دايرين مهليين في الحاله وما انت كاين القضيه. والله الا زين هذا الشيء بالله، والله العظيم الا مخير. شتي
سي كارتي مسادين عليهم كاع داكشي ناضي وزوين. جبنا دويرة السيكتور نقي نقي مخير، انا عجبني السيكتور لانه السيكتور نقي. الباب الاخر هو هذا اللي كاين على اليمين، فهمتي؟ السيكتور هو هذا اللي كاين على اليمين. كاين واحد الباب اخر هنايا، غادي نسول هذاك السيد على المحل. دايرين هما مسدين عليهم وكذا، هي هادي وحدة للبيع 0662. المهم حنا راه جبنا دويره، شفتو السيكتور كي داير. راه صراحه عجبني هذا السيكتور، علاش؟ لان سادين عليهم ومقادين الامور، امتكن على الحاله وعاطينك واحد النسبه ديال الامان اللي هي زوينه. هادو فيلات في شاطئ الربعه، ديما تنقول بان راه دوك اللي كيكونوا في الشوكة وعندهم اسباس قدامهم تيستغلوا هذاك الاسباس. تيتبرعوا من المزيان، والله الا تيتبرعوا من المزيان في الاسباس اللي قدامهم، تيديروا فيه مثلا اسباس باب وهذاك الاسباس تيساهم في انه بحال تتولي جردة اخرى عندهم قدامهم. شتي هذه البلاصه اللي سدوهم، سدوه سدوها من لهي وما بقاوش الناس يدوزو تيدخلو من هنا. كاين فيلات باقي مخاويين، كاين فيلات هاهو. هدا شتي شحال خدا ديال ليسباس قدامو. سي ترونش كارت دول، تيقول ليه رياض او مكتوبة تماك رياض الليمون. شتي هاد الحيط كان محلول وسدوه باش ما يدخلش شي واحد من هنا. غادي نزيدو نشوفو هاد ترونش 4 حرف جي، بحال السيكتور فين ساكن هنايا. هانتوما شتو هذا الشيء فاش يصلح الانسان الدار ديالو تولي زوينه. هذا بالنسبه للناس اللي ما عارفينش الشاطئ الربعه وما عارفينش دخلنا قلنا هذيك البلاصه، والله الا قلت ما غادي يخليوني ندخل، ولكن تعرفوا السيد انا لداخل، تعرفوا السيد العمراني انا عارفو كيساكن لداخل، ولكن هذا متيمناش على انه انا ما جايش عندو، انا غير جايب دويرة تماك. نتوما هاد الفيلا جات في الشوكة، شتيها اي كاع ما تلقاها في اسيف، شتيها. ها فيلا اخرى هي ماشي في الشوكة ولكن تا هي مصروعة. ها فيلا اخرى تاني، شتيها والله هادي متلقاهاش حتى في مراكش، هاهي شتيها. صار عام ولا عام قدها، اللهم بارك.
جيبو دويرة من هنا عاد ندور عاوتاني وندخلو من لهيه. هاد الفلوغات كانت طلبو مني واحد الاخ قال لي ودي واش ممكن دير لينا فلوغات على الفيلات اللي كاينين في طمن صورت، وعطيني الفكره. هادشي باش انا ما تنزل قلت تعليق، كلشي جميع التعاليق تنقراهم. كاين التعليق اللي غادي يعطيك شي افاده اللي تقدر انت تبقى تبحث عليها تتعيا وما تلقاهاش. حنا دابا هذا الشطر 4 وريني اللي اونفاس معاه الشطر 7. هادي مدرسه ديال طمن صورت، الثانويه ديال طمن صورت. هانتوما شتو هاد الفيلات؟ هاي هاد الفيلا اللي كاينه في الشوكه تا هي 5 5، هانتا كروشت. هاي فيلا اخرى صار عامولها شتيها. ندخلو مع هاد السكسيون. بينا الناس دابا متشوقين يعرفوا هاد الفيلات. هذا قلت لكم هادي شي عام وصل، قلت لكم والله العظيم الا شحال من واحد غادي يندم على هاد السيد هذا. شتيه تا هو تيبيع في الفيلا ديالو عشوكي وزوينه 06 60 41 04 15. كبيرة هادي 399 متر كاري. و الاسباس ديالك هذاك اللي كاين، وعاد ممكن تستغل هاد الاسباس الاخر اللي كاين هنا. هاد اخرى هي تا هي على اليسار. المهم راه انسان لي انتريسي ايل فو ميو يركب على موتور ولا طونوبيلته ولا طيارته ولا اللي كان، المهم يجي برجليه ويجيب دويرة ويشوف الشطر 1 الشطر 2 الشطر 3 الشطر 4 باش يجيب دويرة ويشوف. وغادي يبان ليه داكشي حقيقة، ما كاين ما نقول ليه لا انا ولا غيري، تا واحد ما يتيق تا واحد. وشوف بعينيه ويهز النماري ويهز اسميتو عليه، لانه كاين الناس دابا اللي تي اذا الناس اللي تي اللي تيشورجو تيبدا يشورج عليك يقول لك لا راه الثمن قدو القدر، الثمن قدو القدر، وراه ما كاين والو. احسن حاجه تجي اخويا برجليك وشوف وجيب دويرة وميز راسك، شوف واش داكشي زين اللي عجبك، واش عجبك واش ما عجبكش، خدي الغرض. الا عجبك توكل على الله وخدي الغرض وسول الناس والجيران، قول لهم كي داير السيكتور، وقول لهم الله يرحم الوالدين واش تيتقطع الماء واش ما تيتقطعش، واش كاين الواد الحار واش ما كاينش، واش الضو تيتقطع حتى هو واش ما تيتقطعش. وغادي تولي عندك فكره وغادي تكونها بلا ما تحتاج لا ليا ولا لغيري باش انك تاخذ اسميتو على. حنا تنقربوا للصوره، ولكن نتوما فاش تكون ناوي وباغي احسن حاجه هي تجيب رجليك. هذه هي النصيحه، لان الانسان شنا هي راه بغيتي تحط نعمه سيدي واحد حطرت الطرف ديال الفلوس اللي تقدر انت تكون ضربتي عليه تما واحد السنين باش جمعتيه، ولا ربما بعتي فيه شي ارض خلاوها لك والديك، ولا خديتي عليها كريدي، ولا الله اعلم كل واحد منين جاب هذاك الفلوس. فلهذا ما يمكنش ليك تجي وترميهم بحال هكاك في شي حاجه وفي الاخر تندم وتبي تبيع ما تلقى اللي يشري من عندك. لا، نقلب ونشوف وندير ونفعل وديك الساعه اللي زين. وعاوتاني واحد القضيه اخرى، الحاجه اللي غادي تقدر تبان لي انا زوينه تقدر تبان لك انت خايبه، والحاجه اللي تقدر تبان لي انا خايبه تقدر تبان لك انت زوينه. لهذا راه الله سبحانه وتعالى فرق العقوله باش كل واحد يدير داكشي اللي بان ليه. حنا لازلنا في الشطر 4 تنقلوا لكم الاجواء. راه احسن حاجه يجي الانسان يشوف ويستشر ويسول وديك الساعه يميز ما مكان، لانه الناس دابا بزاف تيتصحاب لهم واش انت شو هذا فين جاي بوحدو في وسط هذا، واش هذا حمق زعما ولا مالو. بالعكس فكر وعرف لنا راه هادشي عنده مستقبل، وخدا تا هو فيلا شوكيه ومتعنا ما سيدي بالخضوريه، وتلقاه داير واحد القن ديال الدجاج او واحد اخر. هاد الشوكيه تا هي هادي اللي علمت داير تا هو دجاج بلدي وداير كذا وخدام مع راساتو وكذا. هادو سادين عليهم هنا. هذا البيت ديال العساس فهمتي الناس راه تات. ها انت شوف ها هو شي الفيلا كديرة
الينوكس والمسائل وداكشي زوين اللهم بارك. ايوا ما ني جاب هذوك بافي ديال بافي تما بلان شي كولو غادي يجي واحد الوقت اللي غادي انا والله تبعت ليا ديك الدار عندي حيت عندي ار بلس 2 اللي تبعت ليا ان شاء الله ناخذ شي فيلا ونصلحها بشويه بشويه ونسكن هنا تجي واحد الوقت غادي ندم انسان على هاد الفيلات وهادشي هي احسن حاجه هي تاخذها شوكيه اولا تاخذها عندها دي سباس قدامها الا خديتي هاد القضيه هادي راك عندك شتي تنظن من هاد الزنا غادي نحاول نجيب لكم واحد الفيلا اخرى هي شوف هاديك لي سبار هاديك دار هو كاع دوزيام شتيه هاديك لي انفاس شوف كي دايره تبارك الله اللهم بارك يا هادي سخان داير اسيدي مزيان الله يعاونكم هادشي اللي بغينا اخويا بغينا الله يعاونكم الله يعاون الجميع الله يسهل على الجميع هادي تعطيكم فكره شتي ترونش حفصي نتمنى نكون قلت لكم شويه الاجواء راه هادو ما كاينين في شهر 4 وما هادو عاوتاني نزنا حدا ديك الفيلا الفيلا المعتبره هادي حمقتني انا هاد الفيلا والله الا حمقتني الله يسهل مولاها الله يعاون الله يبارك ليه فيها نتمنى الله سبحانه وتعالى يبارك ليه في هاد الفيلا ديالو وبهذا غادي نكونوا سالينا وغادي نمشيو نختمو اسميتو ديالنا في حنا راه شدينا شوية الفيلات شدينا شوية من الشاطر 4 وشوية من الشاطر 5 نظن هادو اللي على اليمين الفيلات اللي كاينين على اليمين راه دوزنا الشاطر 5 ودوزنا هادو اللي كاينين على اليسار تنظن بلاتي هادو هما الشاطر 4